اهلا بيكو في محاضرتنا النهارده عن الاكتيفيتيز كوسيله من وسائل التدريب او التعليم. احنا في المحاضره اللي فاتت قضينا وقت طويل مع بعض بنتكلم على ازاي نجهز ونقدم المحاضره. المره دي هنقعد مع بعض شويه نتكلم فيهم عن الاكتيفيتيز واهميتها وازاي نعمل لها تصميم وازاي نعمل لها بلاننج وازاي نحط لها جولز وازاي نقيمها كمان في الاخر ونشوف طلعت كويس ولا وحش. الاكتيفيتيز من الحاجات اللي لازم قبل ما نبتدي نتكلم كده اعترف ان هي مش من الحاجات السهله ان انت تعملها كويس، لكن بالتاكيد طول ما انت مش بتعملها مش بتوفرها في المحاضرات بتاعتك او في الكورسات اللي انت بتقدمها، كل ما انت ما بيبقاش عندك فرصة تدرب نفسك. خلي بالك انت برضو ان انت بتقوم بحاجة بتعمل حاجة معينة في كورساتك او في المحاضرات بتاعتك، ده نوع من انواع التدريب ليك انت شخصيا. المهم فنرجع ان انت لو تجرب وتحاول في الاول تحط اكتيفيتيز، الاكتيفيتيز دي تبقى محدودة، هتلاقي ان انت شوية بشوية بتحسن الشغل على الاكتيفيتي، بتحاول بتخليها احسن وافيد واكثر فايدة للمتدربين. لو نرجع هنا دلوقتي احنا عايزين نعرف طيب ليه الاكتيفيتيز فيها ليها السمعة دي، ليها السمعة الكويسة دي. هنتكلم عن بعض نقط، اولها ان الاكتيفيتيز غصب عنك هتخلي الطالب او المتدرب يبقى engaged. عادة الاكتيفيتيز ما بيعملهاش واحد لوحده، الاكتيفيتيز عادة ما بتبقى مجموعة قاعدة بتشتغل مع بعضها. المجموعة دي لما تشتغل مع بعضها بقوا مسؤولين هم مع بعض ان هم يطلعوا المنتج النهائي او النتيجة النهائية بتاعة الاكتيفيتي. ومن هنا مسؤوليتهم بقت بينهم وبين بعض، كل واحد منهم مسؤول قدام التاني انه يطلع الاكتيفيتي او انه يشارك في الاكتيفيتي ويطلع المنتج النهائي او الاوتكم النهائي اللي مطلوب بشكل مناسب. كلهم مسؤولين قدام بعض، هي دي الكيورد، هو ده السر وراء الهاي انجيجمنت في الاكتيفيتيز. يجي بعد كده ان الاكتيفيتي بتدي فرصه للمتدرب ان هو يمارس ايه الكلام اللي انت بتقوله بشكل عملي. احنا كنا بنتكلم في المحاضره اللي فاتت عن ان اللكتشرنج هو اهم واكتر حاجه منتشره في عمليه التعليم. البراكتس بقى التطبيق بتاع الكلام ده له اوجه مختلفه منها الاكتيفيتي. لما انت بتحط الاكتيفيتي في المحاضره بتبقى في فرصه مباشره للمتدرب ان هو يطبق الكلام النظري اللي انت قاعد تتكلم فيه مباشره، وبالتالي بيدي فرصه اعلى لان المعلومه تثبت وان الفكره تبقى اوضح. كذلك عندك بسبب وجود اكتر من واحد، وانا يمكن انا بصر على الحته دي ان الاناليسز بيتطلب اكتر من وجهه نظر، بسبب وجود اكتر من واحد في الاكتيفيتي في العاده ده بيخلي المتدربين يقدروا يبصوا للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه وموضوع الاكتيفيتي من اوجه متعدده. التعددية دي في وجهات النظر هي اللي بتخلي المتدرب قادر أكتر على أنه يحلل ويربط الحاجات ببعضها ويربط الأسباب بالنتائج. دي حاجة ممكن الواحد ما يقدرش يعملها لوحده، وصعب جدا أن أنت تقدر توضحها بالكامل من خلال المحاضرة، وإنما الأكتيفيتي بتدي فرصة أعلى قوي للمتدرب أن هو يعمل عملية الأناليسيس دي. طبعاً بما ان في اكتيفيتي في حاجه مطلوبه وبتسيب المتدربين على حريتهم يبتدوا يشتغلوا فيها مع بعض، بيبقى في فرصه اعلى لان هم يعملوا حاجه جديده، حاجه ما اتعملتش قبل كده، او على الاقل حاجه هم ما تعرضوش ليها قبل كده تطلع منه. حاجة تانية أحب أذكرها هنا لما بيجي ذكر كلمة creativity، وهو أن الكرياتيفيتي من وجهة نظري أو أنا بتبنى وجهة النظر اللي بتقول أن الكرياتيفيتي والإنوفيشن زي العضلات،
كل ما بتستعملها كل ما بتبقى أقوى وكل ما بتشتغل بكفاءة أعلى، وبالتالي هنا أنت بتدي فرصة للمتدرب إنه ينمي مهاراته في الكرياتيفيتي وفي الانوفيشن. الجزء ده من المحاضرة اتكلمنا فيه مع بعض بسرعة عن أهمية الاكتيفيتيز وليه بتفيد عملية التدريب أو عملية التعليم. إن شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم على إزاي نعمل عملية ديزاين للاكتيفيتي. هنتعرف على بعض الخطوات وبعض الحاجات المطلوبة. أنا ما بحبش أحط قواعد قوية في أي حاجة، وإنما بحاول أحط خطوط عريضة، وإنت تتحرك بحريتك من خلال الخطوط العريضة دي لو عجبتك. فده اللي هنشوفه إن شاء الله في الفيديو الجاي عن How to Design an Activity. أرجو إن أنا أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.